يعني كتقييم فني كابتن سامي والحديث الذي دار مؤخرا والمطالبات من جمهور الزوراء بشأن استدعاء حسن عبد الكريم قوقي، أنت وجهة نظرك ماذا تقول؟ حسن لا حسن لاعب كرة قدم يعني لاعب مميز، لاعب مهاري. أنا أعشق حسن عبد الكريم صراحة، بس قلت لك أنا أحترم أيضا قرار المدرب. جزء عنده لاعبين نوعيات لاعبين يأدوا له أدوار أقوى من حسن. على سبيل المثال أنا لو مدرب أسحب حسن، كابتن حمزة جوز ما يسحب حسن، أسحب محمد قاسم على سبيل المثال. يعني غير مدرب لا، أقول لك أنا أريد مثلا أنا أعطيك واضح مثلاً. يعني هنا وجهات النظر تختلف، بس أنت وفقا لمباراتين عندك مع فلسطين ومع كوريا ماذا تحتاج؟ توازن، هجوم، دفاع، شنو القائمة اللي تريد؟ لا كل مباراة لها أسلوبها. يعني جزء مباراة فلسطين بها نهج آخر، بها توازن، بها أداء هجومي أكثر من الأداء الدفاعي. مباراة كوريا تعرف كوريا لازم نتعامل بها بخصوصية ونبحث عن أجزاء بسيطة في هذه المباراة، شلون ننجح الأجزاء البسيطة. أكيد راح يكون بها يعني كتلة دفاعية وتحولات، يعني في أسلوب وقراءة معينة، مثل ما تعاملنا مع اليابان كأس آسيا وكان تعامل صحيح من خلال قراءة المسبقة للمباراة وأدوار وأدوا واجبات على مستوى عالي اللاعبين. أيضا اللاعبين هنا لهم دور مهم، مو فقط المدرب، المدرب يعطي الأشياء المهمة، لكن على اللاعب أن يطبق كثير من المفاهيم أو الأساليب أو الواجبات. إذا ما طبق اللاعب يعني شنو ذا بالمدرب؟ كثير مدربين طبعا اللاعبين ما يطبقون أشياء ما يعني، فكثير مدربين يعني يقعون ضحية عدم تطبيق الأفكار بشكل صحيح بالنسبة للاعبين. شكرا جزيلا كابتن سامي.